الرد على هامشي من راد عفوا على هامشي الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أن مشروع قانوني البلدية والولاية ومشروعي قانوني البلدية والولاية سيكون جاهزا قبل نهاية شهر ديسمبر كأقصى حد. وأضاف الوزير أنه يتم حاليا إثراء مشروع القانون من قبل المختص. رانا بصدد ان شاء الله، رانا نستناو استلام يعني كل المساهمات على الاخوان من الخبراء ومن الهيئات، كل الهيئات، ومن بعد نشوفوا نديروا ان شاء الله دراسه يعني مقارنه ما بين اطروحه واخرى، ونخرجوا ان شاء الله بقانون نتمنى ان شاء الله يكون القانون يعني اللي يتماشى وتطور المجتمع الجزائري وتطور الهيئات تاعنا ويتماشى مع ما نهدف اليه جميعا. في غدو شهر ديسمبر شهر جونفي احنا هذا هو الموعد اللي محدد لنا، لازم لنا اخر ديسمبر ان شاء الله نكونوا كملناه بربي ان شاء الله، على الاقل نتموا يعني التحرير تاعو ونبعثوه للهيئه. ونتوجه مباشرة مشاهدينا الكرام إلى نقاش ظهير في شقه المتعلق بالتئام القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، تجديد للالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل. يحضر معي دكتور عبد القادر سليماني الخبير الاقتصادي، أهلا بكم سيدي، مرحبا. اليوم التئام القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي جاءت تحت شعار تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام، شامل ومستدام، هاتان المفردتان هما ربما أساس هذا الشعار. مساء الخير ريم، وشكرا على الاستضافة، وشكرا لكل مشاهدي قناة الشروق نيوز. حقيقة اليوم عرف الإفريقيين أنه المستقبل هو بيد الإفريقيين، وعرفوا أنه منذ قمة يعني 1989 قمة الوحدة الإفريقية، يعني الإفريقيين شاهدنا أنهم جسدوا استراتيجية لمدة 50 سنة تدخل في استراتيجية التنمية المستدامة 2063، تهدف إلى الوصول إلى تصنيع يكون شامل ومستدام. ونعرف أن إفريقيا اليوم لديها من الشباب ولديها من الإمكانيات الطبيعية والباطنية ويعني النفطية كذلك ما يمكن لها أن تخلق قيمة مضافة، وأن ربما تمارس قطيعة مع الممارسات اللي كانت من قبل. نعرف أنه العديد من الدول الغربية والدول الأوروبية اللي كانت ربما مستعمرة لإفريقيا ونخرت يعني ثرواتها، نتكلم على ثروة اليورانيوم والبترول الغاز، نتكلم كذلك على ثروات أخرى مثل الذهب. اليوم نقولها بكل صراحة، لا يمكن أن تكون أول قارة من ناحية الاحتياطي الذهب والبلاتينيوم والغاز والبترول تكون ربما دائما تعيش الفقر وتعيش ربما الجوع وتعيش هذه التحديات الأمنية، خصوصا الأمن الغذائي. فاليوم الإفريقيين عرفوا أنه المستقبل أو التصنيع والتنوع الاقتصادي والوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة هي استراتيجية استشرافية لمدة 50 سنة اللي حتوصل البلدان الإفريقية إلى نمو، لأنه نعرف أن التصنيع هو اللي حيجيب لك قيمة مضافة، هو اللي حيخلق لك مناصب شغل. نعرف اليوم أنه نسبة البطالة في إفريقيا نسبة كبيرة جدا، توصل إلى 20% في بعض المناطق، وكما تعلمين ريم أنه 60% من 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 الإفريقيين أقل من 25 سنة، معناتها نسبة كبيرة، معناتها معدل الخصوبة ومعدل الشباب لدى الإفريقيين كبير جدا، هو الأعلى في العالم. فيمكن لهذه الإمكانيات الطبيعية والموارد الشبابية أن تدير قيمة مضافة وتدير طفرة في يعني للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة. نعم، طيب أعود إلى خدمة الهاتف كذلك دكتور سليماني، يعني يتواجد معنا الدكتور فريد بن يحيى. أهلا بكم دكتور، يا مرحبا. أهلا بك، جمعة مباركة إليك وإلى الكرام المستمعين الكرام. يا أهلا دكتور، اليوم ونحن نتحدث عن هذه القمة أهم نقطة ربما هي حشد الجهود نحو التصنيع على اعتباره أحد ربما أهم الركائز التي ترتكز عليها من أجل تحقيق نمو اقتصادي في إفريقيا وكذلك أهداف مستدامة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع لما نتكلم على الصناعة في إفريقيا فتعتبر إفريقيا متأخرة جدا بالنسبة للقارات الأخرى، سواء كانت القارة الآسيوية أو أوروبا أو أمريكا
سواء كانت الشماليه او الجنوبيه وكذلك استراليا، لانه راينا انه الاستثمارات في ما بين الدول الكبرى يعني خاصه بالنسبه للصين واليابان في اسيا كاستثمارات كبرى للدول الاخرى الاسيويه، نفس الشيء بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه مع امريكا اللاتينيه في المكسيك وفي البرازيل والارجنتين وغيرها، لكن اوروبا لم تستثمر كثيرا في شمال افريقيا وفي دول الساحل وغيرها. الان في استراتيجيه اخرى، يعني الان المواد الطبيعيه الان اصبحت هي القطار الاساسيه خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية، والآن البترول والغاز أصبحوا كقاطرة للتنمية، وكذلك وجود المواد الأولية الكثيرة في إفريقيا خاصة في جنوب الكبير في الجزائر في مالي في النيجر في دول إفريقية أخرى، والقارة الإفريقية تسخر يعني ثروات كبرى. الاستراتيجية الآن هو أنه لابد من بناء نسيج صناعي خاصة ما بين دول الساحل ككل، والشيء الأول لابد أن نعمله هو الطاقة، لأنه الآن الشيء تحتاجه النيجر وتحتاجه مالي هي طاقة توليد الكهرباء، وتوليد الكهرباء راح تكون بالغاز، إما أن يكون فيه الأنبوب العابر من نيجيريا نحو الجزائر أنه يكون فيه بيع إلى المواد هذه إلى النيجر ومالي وبعض الدول، أو ربما الجزائر ككل تستثمر يعني يعني بضخات أو ربما بمفاعل ربما نووي تكلمنا عليه في الجيل الثالث أو الرابع، أو ربما محطة توليد الكهرباء من الحدود الجزائرية لنبيعوا الكهرباء إلى هذه الدول. وفي الصناعات الصغيرة المتوسطة رأيت أخيرا أنه النيجر تمشي بوتيرة جيدة جدا في استثمارات جيدة، والحكومة النيجيرية تسهل كثيرا الاستثمارات هذه في البلد هذا. إذا فما ينقص إفريقيا الآن هو ربما نوع من التسيير الذكي، المانجمنت يعني يكون انتليجون مع الشركات ربما الناشئه والشركات الصناعيه وغيرها، وكذلك لابد يكون فيه مرافقه من طرف البنوك الدوليه، لانه الدول هذه فقيره نوعا ما، ما عندهاش يعني امكانيات بالصناعة، لكن الجزائر في المنطقه هذه ممكن انها تلعب دور محوري في المنطقه هذه مع دوله نيجيريا، لانه لما ننجحوا في الصناعه هذه في تطوير الصناعه وتطوير الطاقه فبالطبع الزراعه راح تستفيد كثير، نعرفوا ان خاصه دوله مالي عندها كثير من الامكانيات انها تطور الفلاحه، والنيجر كذلك عنده امكانيات، ولما تكون هذه الامكانيات موجوده فبالطبع راح الفلول نتاع الجماعات المسلحه اللي تستعمل بعض الأطراف اللي تحارب ونشوفوا أنه في كثير من الأزمات اللي موجودة في المنطقة هذه، أو ربما حتى أطراف أجنبية تتدخل في الدول هذه اللي ذهب الثروات بأثمان زائدة جدا، فهذا الشيء هذا راح ينقص كثير. والشيء اللي لابد أن نقوم به حنايا هو أنه تكون عندنا بما يسمى بالبوصلة بوصلة التطوير، يعني لو كاب دو ديفلوبمون. الشيء اللي نعمله الان هو انه الجزائريين سواء وكذلك المديرين تاع الشركات الجزائريه الموجودين هنا كذلك في شمال افريقيا وفي الدول هذه يكون فيه نسيج مع بعضنا البعض، وكذلك نسمحوا ان تكون هناك استكبارات سياسيه مع كذلك في دول اخرى، انه لان المستقبل فيها المياه كثيره، وكذلك فيه ثروات طبيعيه كثيره، فيه ذهب يعني كثير، لما نستغل يعني اليات جيده فراح تكون ربما المنتوج مرتفع في اللي راه موجود في النيجر وتستغل فرنسا ك يعني باش تمشي الوقود نتاعها النووي، الجزائر كذلك عندها الامانه. نعم دكتور فريد بن يحيى، المكالمة نوعا ما رديئة في آخرها، سنعيد الاتصال بدكتور فريد بن يحيى. طيب وجب فقط التذكير بكلمة ومداخلة الوزير الأول فيها أشغال هذه القمة، فخامة السيد محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الشقيقة ورئيس الاتحاد الأفريقي، السادة رؤساء الدول والحكومات. اسمحوا لي في البداية أن أغتنم هذه السانحة الطيبة لأعبر عن جزيل شكري وامتناني لدولة النيجر الشقيق قيادة وشعبا لاستضافة هذه القمة، وعلى حفاوة الاستقبال والتنظيم المحكم من أجل إنجاح هذا الحدث الهام.
نلتقي اليوم والقلق يحدونا حيال ظروفها الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا عبر العالم وتداعياتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول، وكذا بسبب ما تشهده الساحة الدولية من احتقان سياسي وأمني خطير. ولعل أكبر المتضررين من هذا الوضع المؤسف قارتنا الإفريقية، فإضافة إلى الأزمات السياسية ومشاكل النمو والتغير المناخي، ها هي اليوم أمام تحدي جديد أملته الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على سلسلة التموين بالأغذية والمواد الأولية والطاقة. وإزاء هذا الوضع علينا نحن الأفارقة تعزيز التضامن فيما بيننا من أجل الصمود أمام هذه الهزات وتبعاتها، لا سيما بخصوص أمننا الغذائي، إذ بات من الضروري أن نكثف عملنا المشترك من أجل النهوض باقتصادنا والبحث عن سبل التكامل فيما بيننا، وبالأخص في مجال الصناعة والتصنيع. وقال كذلك إن من بين النقائص التي تعيق النهوض الاقتصادي في إفريقيا غياب سياسة قارية واضحة ومنسجمة في مجال الصناعة والتصنيع، ولذا يتعين علينا علاوة على دعمنا السياسي الصريح لكل المساعي الهادفة أن نرسم معا مستقبل قارتنا في هذا المجال الحيوي مع تطوير وتنويع الاقتصاد الشامل والمندمج في إطار التنمية المستدامة وبما يتوافق أهداف مضمون أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. كذلك أشاد الوزير بالإنجاز الذي تم تحقيقه مؤخرا من خلال إنشاء منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية، هذا ما جاء مجملا في كلمة الوزير الأول. إذن مشاهدينا الكرام نكمل نقاشنا مع الدكتور سليماني اليوم الوزير الأول. في كلمة تدخله تطرق كذلك إلى الصعاب التي تعيق هذا النمو الاقتصادي الإفريقي. صحيح السيد أيمن بن عبد الرحمن، اليوم يعني يتكلم على التحديات اللي راح تواجه إفريقيا كتكتل اقتصادي كاتحاد اقتصادي موحد. تكلم أولا على الأمن الغذائي، نعرف أنه تقريبا أكثر من 100 مليون إفريقي يعيشون ربما من مجاعة خصوصا في القرن الإفريقي، يعني الصومال وجيبوتي وبعض جنوب السودان وبعض مناطق من السودان. نتكلم كذلك أنه لا يعقل أنه قارة لديها تقريبا 60% من أراضيها صالحة للزراعة، ونتكلم على مثلا على السهول اللي موجوده في السودان، موجوده في غانا، موجوده في الغرب افريقيا، او حتى من ناحيه في ناميبيا وزامبيا، تبقى ربما تعتمد على ما تجود به الاسواق الاوروبيه من روسيا واوكرانيا خصوصا في ماده الحبوب. اليوم نتكلم كذلك على منطقة تبادل حر إفريقية. اليوم أكبر يعني إفريقيا هي أكبر سوق مفتوح، يعني نتكلم على 1.3 مليار نسمة اللي موجودة في إفريقيا، وعندنا معدلات كذلك، معدلات الولادة هي من أعلى الولادات في العالم. فهذه السوق يمكن لها أن تكون يعني سوق واعدة. نعرف أنه اليوم المقاربة اللي موجودة لدى إفريقيا، نشوفوا 5 أو 6 دول يفوق ناتجها المحلي 100 مليار دولار، أما الباقي تقريبا 50 دولة أو 48 دولة الأخرى تقريبا يقل ناتجها الداخلي عن 100 مليار دولار، في حدود 50-40 مليار. فهذا عدم وجود تضامن إفريقي، وحتى التجارة البينية، احنا نتكلم اليوم تقريبا على 15% فقط من التجارة البينية الإفريقية. يمكن أن نزيد هذا التجارة البينية ربما بين شمال إفريقيا وجنوبها. هناك العديد من دول مثل جنوب إفريقيا، الجزائر، مصر، غانا، خصوصاً منطقة غرب إفريقيا التي تعتبر من يعني أسرع النمو المناطق في العالم، اللي لديها إمكانيات كبيرة. نتكلم على غانا كأكبر يعني منتج للذهب في إفريقيا. نعرف أن إفريقيا تنتج ربع الإنتاج الإفريقي العالمي من الذهب، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل الحديد، مثل الفوسفات. فيمكن في إطار سياسة تكاملية كما تذكر السيد أيمن بن عبد الرحمن، اذكرها يعني بالترتيب، الامن الغذائي، اتكلم على السياسه الصناعيه موحده، تكون عندنا ربما تصنيع وتنوع اقتصادي. لاول مره نشاهد ان الافريقيين
عطاو اهميه كبيره للتنوع الاقتصادي. ما بقاوش ربما يتكلموا على غير على البترول والغاز ربما والذهب، قال يجب تماما مثل الجزائر التي اليوم تخرج من سلسله هذه المحروقات وتبعيه المحروقات الى تصدير مواد كثيره منها الاسمنت على منها الاسمنت منها الحديد منها المطاط منها الذهب حتى الفلاحه كذلك. التحكم الكبير اللي تشهده الجزائر في ميدان المنظومه الفلاحيه والزراعيه. نتكلموا كذلك على اقتصاد المعرفه، وحتى يعني مفوض يعني المفوض الافريقي يتكلم على اقتصاد المعرفه وكيف تكون اليوم الرقمنه. وما ننساوش المشروع الجزائري العابر للصحراء، الجزائري النيجيري اللي هو الالياف البصريه اللي راح يمد ربما افريقيا يعني وراح يزيد يعني من تدفق الانترنت في افريقيا خصوصا غرب افريقيا. فكل هذه التحديات يعني راح تكون في صالح الاقتصاد الافريقي بتبني سياسه موحده. كما قال الرئيس النيجيري اليوم، قال يجب تكون عندنا اراده سياسيه ويكون عندنا وحده توحد. 55 دوله يمكن ان يصبح هذا كيان واحد. اذا يعني نعرف اليوم انه 3.5 تريليون دولار هو قيمه يعني الناتج المحلي الخام في افريقيا، نتكلموا على ربما السادس او السابع اكبر اقتصاد في العالم. نتكلموا على كذلك على يعني تجاره بينيه او تجاره افريقيا مع العالم اللي تفوق تقريبا 1300 مليار دولار. فيمكن اليوم افريقيا ان نشاهدها مثل منظمه البريكس، مثل منظمات اخرى مثل منظمه شونغاي او منظمات اللي موجوده في امريكا اللاتينيه. ولا تنسي استاذه ريم انه اليوم افريقيا اصبحت يعني ضمن استقطاب اكبر الدول، يعني استقطاب صيني، استقطاب يعني تيكاد طوكيو اليابان، استقطاب روسي، حتى القاره العجوز اوروبا القاره نعم. الاوروبيه عينها على شباب افريقيا وهي المستعمره هي اللي كانت مستعمره بالامس نعم. لكن صحيح. اليوم في المقاربه الجديده الافريقيه نتكلموا على الاحترام، نتكلموا على النديه ونتكلموا على المصالح المشتركه. اليوم ما عادش اليوم تنخر وتجي يعني تجي تدي يعني مثل اليورانيوم والذهب بدون مقابل. اليوم نتكلموا على شراكات رابح بين افريقيا وبين الشركاء. نعم، نعود الى خدمه الهاتف اين يتواجد معنا الدكتور فريد بن يحيى. اهلا بكم من جديد دكتور. في كلمات الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن تحدث عن قائمه الصعاب التي تواجه هذا النمو الاقتصادي الافريقي. اليوم ما هي الاستراتيجيه للخروج ربما من هذه الصعاب التي قال فيها الرئيس النيجيري ان التكتل هو دواء ربما لهذا النمو الذي يعيق النمو الاقتصادي؟ هنا يقع ضوء استيقاظ للدول الإفريقية. فالدول الإفريقية الآن تتوحد على كلمة نمو، وهذا النمو طال يعني بعد سنوات، لأنه إفريقيا وعلى رأسها الجزائر أخذت يعني حرب لمكافحة المستعمر. الآن الاستعمار خارج من إفريقيا لكن عاد بطريقة أخرى لأخذ الثروات هذه الدول، والدول الإفريقية والرؤساء كلهم يعملون في هذا. فبالطبع ربما السنوات الأولى من استقلال كانت فيها ربما الدول الإفريقيين عندهم كثير من الزعماء الأفارقة الذين اقتلتهم جهات معينة وذلك المصالح ودخلوا في بعض الرؤساء الفاسدين. لكن الان رجوع الوطن الافريقي في رجوع الى النمو الافريقي، وشفنا ان الافارقه الان وكانت في الجمعيه العامه في الهيئات الدوليه وغيرها اصبحوا في كل هيئة الدوليه. اذا فالان في نظره جديده، العوائق اللي موجوده الان، العائق الاول هو الامني. الامني لانه الاستراتيجيه تاع الغرب ربما وضع توتر ونشر الفتنه في المناطق هذه، الجماعات يبقى لها انها تاخذ هذه الخطوات. شفنا شجاع الماضي هي امور كثيره في استرجاع السياده نتاعها. هذا هو وجود الميناء على الطاقة. الطاقة بالطبع الآن في إفريقيا على الأرض غير خاصة بالجزائر وليبيا، وليبيا ممكن إحنا في هذه المنطقة أنه نساعد هذه الدول على الصعود على
الصناعه وتطوري الخدمات وتطوري. النقطه الثالثه كذلك وهي مهمه جدا وهي اليوم الفرنسيه فقط، يعني البنك المركزي الفرنسي هو اللي طبعا نقود عليه الدول، لابد انه الخروج من هذه ونتكلموا الكلام نفسه، ربما لما لا بعملة افريقيه او حتى بعض الدول انها تخرج من عائق. دكتور فريد بن يحيى، يبدو أن المكالمة جدا رديئة، صوت يصلنا متقطع نوعا ما، ربما هذا يرجع إلى عطب في الشبكة أو لا أدري بالضبط ماذا. أنا أسمعك جيدا. هل تسمعني أستاذ؟ أنا أسمعك جيدا. نحن لا نسمعك جيدا، المكالمة تنقطع نوعا ما، سنعاود الاتصال إذا سمح الوقت. طبعا أعود إليك دكتور سليماني، اليوم ربما ما هي الاستراتيجيات التي يجب اتباعها على الدول الإفريقية من أجل إنجاح هذا الشعار اللي يقول فيه وركز على مفردتين وهي الاستدامة، يعني مستدام وشامل كذلك بالنسبة للدول الإفريقية؟ تصريح المفوض الإفريقي حتى الرئيس النيجيري بنيامي أنه اليوم التحدي راه تحدي كبير، واليوم لا يعقل أن تتفاوض الدول الإفريقية لوحدها أمام هذا نقول الشراسة أو الافتراس الموجود أمام الساحة الجيوسياسية العالمية. اليوم التكتل والتوحد والاتحاد هي المقاربة التي ستوصل الاتحاد الإفريقي كتكتل ك 55 دولة أن تتفاوض أولا من موقع قوة لما لديها من إمكانيات طبيعية، نتكلم على الغاز، نتكلم على البترول، نتكلم على الحديد، نتكلم على الفوسفات، نتكلم كذلك على مساحات كبيرة، مساحات يعني زراعية وفلاحية ورعوية. فاليوم إذا اتحد الإفريقيين سيمكن يعني القارة الإفريقية أن تكون تكتل وأن تتفاوض مع كبريات الكيانات العالمية، مع الاتحاد الإفريقي، مع الاتحاد الأوروبي، مع أمريكا، مع روسيا، مع الصين، تتفاوض بمنطقة الاحترام ومنطقة الندية، وأن تكون يعني كلمتها مسموعة أمام الجميع، وأن ربما نقول تفاوض من أجل استقطاب يعني رؤوس أموال، لأنه اليوم نتكلم على استثمارات. صحيح الإفريقيين لديهم من الإمكانيات ولديهم من الشباب الأقل من 25 سنة 60%، لدينا 1.3 مليار نسمة، لكن للأسف ربما لدينا نقص في رؤوس الأموال ونقص في التقنية. فاليوم العالم كله بحاجة إلى إفريقيا، فالإفريقيين في إطار تكتل واحد وموحد كإطار اتحاد إفريقي أو حتى منظمات جهوية أن نتفاوض مع الكيانات الأخرى، مع الاتحادات الأخرى في استقطابها. نتكلم على الصين كأول ربما مستثمر عالمي في إفريقيا، كاتحاد الأوروبي، كتركيا كذلك التي تريد الولوج إلى 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 إفريقيا، ألمانيا كذلك، إيطاليا، أمريكا، حتى ربما المستعمرين القدامى قد غيروا من نظرتهم إلى إفريقيا وقالوا اليوم يعني اليوم يجب أن نذهب إلى شراكات وين وين، يعني رابح رابح. الإفريقيا لديها الإمكانيات الطبيعية الباطنية المعدنية، لديها الشباب المقاول، الشباب العامل المهندس، فنحن ندخل إلى إفريقيا باستثمارات في ورؤوس أموال في ظل يعني مناخ أعمال مثل ما قامت به الجزائر في استحداث قانون استثمار جديد، ونفس نفس المقولة نقولها على غانا، على نيجيريا، على جنوب إفريقيا. نشاهد كذلك استقطاب اليوم البريكس، منظمة البريكس تريد أن تستقطب الجزائر، تريد تستقطب كذلك مصر، تريد حتى استقطاب ربما غانا ودول غرب إفريقيا. فيجب التفاوض من موقع قوة وبكلمة واحدة وموحدة. يجب أن نعرف أن اتحاد الإفريقيين اليوم وحدتهم ويعني قوتهم في اتحادهم، لأن نرى أن هناك مقومات كثيرة لكن مبحضرة تلقى في جنوب إفريقيا، في غانا، في مصر، في الجزائر. ربما كذلك يحسن الأوروبي أو يحسن هذه التدخلات أو المستغلين لثروات والإمكانيات الإفريقية، ربما يحسنون التصرف فيها أحسن من حتى الأفارقة بحد ذاتهم. طبيعة الحال اليوم مش غير الأوروبيين، عفوا الأوروبيين ربما كانوا مستعمرين لإفريقيا
هناك دول ربما 200 سنة كانت مستعمرة للدول الأوروبية. نعم الأوروبيين يعرفون الإفريقية جيدا، يعرفون المكامن والخرائط كذلك، الخرائط يعني الخرائط الباطنية المعدنية اليورانيوم. اليوم مثلا دولة بحجم النيجر التي تسخر من طاقات كبيرة من اليورانيوم نشهدها دولة فقيرة جدا، فلا يعقل. يجب إعادة التفاوض من جديد وفق منطق رابح رابح، وفق الندية والاحترام. لا يجب أن تتعالى اليوم أنت كأوروبي أن تتعالى على الإفريقيين، لكن يجب أن تكون معاملة بالمثل، مثلما تتفاوض اليوم الصين، مثلما تتفاوض روسيا، مثلما تتفاوض كذلك أمريكا. اليوم شفنا أمريكا دخلت إلى دول كثيرة في غرب إفريقيا، في النيجر، منطقة الساحل كذلك، لأنه اليوم أوروبا أمنها واستقرارها وحتى أمنها الطاقوي والغازي وأمنها الغذائي مرتبط بالشراكات وبالاستثمارات التي تريد استثمارها في إفريقيا في الأجل القريبة. على أمل أن يكون ربما هذا القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي هو تجديد فعلي للالتزامات من أجل التصنيع والتنويع الاقتصادي الشامل والمستدام. نشكركم جزيلا شكر دكتور على حضوركم معنا في هذا النقاش. مشاهدينا الكرام، بدوري أتي وإياكم إلى طي أورقي الظهيرة، لكم عند تمام الرابعة. إلى اللقاء.